دعم تشكيل حكومة وطنية ومعالجة الأوضاع الأمنية والهجرة غير الشرعية أهم ما تطرق إليه وزراء خارجية الجزائر ومصر وإيطاليا في اجتماعهم بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد على حرص الدول الثلاث على تحقيق تقدم للمبعوث الأممي برناردينيو ليون في جهوده للتوصل لحكومة وحدة وطنية. الدول الثلاثة حريصة على أن تدعم ودعمت في السابق، وكان لها إسهامها المباشر في تحقيق تقدم متعاقب للمبعوث الأممي في جهوده للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية تؤدي إلى العمل المشترك من قبل الأطراف السياسية الليبية التي نبذت العنف والإرهاب وتنازلت عن الخيار العسكري. وزير الشؤون المغربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل قال أن اجتماع الدول الثلاث تركز على محاور عدة رئيسية أهمها دعم تشكيل حكومة ليبية وطنية ومعالجة الأوضاع الأمنية في ليبيا وكذلك قضية الهجرة غير الشرعية. في ثلاث محاور، الأول يتعلق بالحل السياسي وتكوين حكومة وطنية، الأمر الثاني يتعلق بالقضايا الأمنية وبالخصوص محاربة الإرهاب، والشأن الثالث يتعلق بمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية. تظل الأزمة الليبية تلقي بظلالها على المجتمع الدولي، شأنها شأن دول أخرى دخلت في نفق مظلم كالعراق وسوريا واليمن، والسؤال هنا هل ستؤتي الجهود الدولية ثمارها على أرض الواقع أم ستظل توصياتها لا تخرج عن نطاق التصريحات الإعلامية؟